نذهب إلى القدس معنا من هناك مراسل العربي أحمد جرادات. أحمد أهلا بك معنا، أبدأ معك من هذا الانسحاب وإعلان الجيش وقال إنه ربما يعود إلى حي الزيتون تحديدا، هل يفهم أحمد إن كان هناك أي بيانات أي تصريحات أو ما يتم تناوله إعلاميا عما جرى في حي الزيتون تحديدا؟ يعني الادعاء الإسرائيلي بأنهم قاموا بتصفية عدد من المسلحين في منطقة حي الزيتون وقصف وضرب أكثر من 80 بنية تحتية تابعة لحركة حماس في هذه المنطقة، وفقا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري والذي هدد بالعودة مرة أخرى إلى حي الزيتون. الجيش في بيانه الأخير الذي صدر قبل ساعة من الآن يتحدث عن انسحاب وسحب للواء الناحل من منطقة الزيتون، ولكن أبقى على فرقة قتالية ليس واضح بعد إن كانت هذه الفرقة ستتواجد في داخل الزيتون أم في المناطق المحيطة في حي الزيتون، إضافة إلى تعميق العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة وتحديدا في جباليا. أشار الجيش إلى أنه للمرة الأولى يعني في الساعات الماضية قد تم العمل لأول مرة في قلب مخيم جباليا للاجئين من قبل الفرقة 98، وهي نفس الفرقة التي قاتلت في منطقة خان يونس، واحتاجها الوقت أكثر من 4 أشهر لتنهي العملية في منطقة خان يونس، وفي حينه كانت الاعتقاد الإسرائيلي السائد بأنها في تلك المنطقة سوف تصل إلى قيادات بارزة من حركة حماس وتحديدا يحيى السنوار، أو ربما تصل إلى مزيد من الأسرى الإسرائيليين أحياء، ولكن لم تحقق هذه الأهداف من خلال العملية العسكرية في خان يونس. الآن يعود الجيش مرة أخرى إلى منطقة جباليا ويعمق من عمليته العسكرية، إضافة إلى العملية المستمرة في الجنوب تحديدا في المناطق الشرقية لرفح ومعبر رفح. لا يتوقع في الفترة المقبلة بأن يتم توسيع العملية في رفح، نظرا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو ربما لن يلجأ إلى توسيع هذه العملية حتى وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي سيزور إسرائيل والسعودية نهاية الأسبوع الحالي، وبعد ربما هذه الزيارة ستركز على ما يجري حاليا في رفح أو ربما حتى على مسألة اليوم التالي لقطاع غزة، وأيضا تحمل في طياتها مناقشة التطبيع المحتمل ما بين السعودية وإسرائيل، وهذا ما قاله بني جانس في بيانه صباحا عندما أشار إلى أنه ناقش هذه النقطة نقطة التطبيع المحتمل مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال محادثة هاتفية جرت مساء أمس الثلاثاء، وتحدث أيضا عن القتال في قطاع غزة والضغط العسكري المستمر إضافة لضغط سياسي للتوصل إلى صفقة تبادل، وتطرق أيضا إلى مسألة اليوم التالي. حقيقة مسألة اليوم التالي هي مسألة يعني ربما هي تؤرق الجيش الإسرائيلي، لأن الاعتقاد بحسب دعوة أهرنوت صباحا بأن إنجازات الجيش التكتيكية التي يحققها في داخل قطاع غزة ربما تذهب سدى في ظل عدم وجود رؤية سياسية لما سيحدث في قطاع غزة في الأيام المقبلة أو بعد انتهاء هذه الحرب. نعم. وعندما سئل المتحدث باسم الجيش بالأمس في تصريحاته الصحفية عن سبب العودة مرة أخرى إلى مناطق قاتل فيها الجيش مسبقا، قال بسبب عدم وجود بديل لحماس، وهذا السؤال يجب أن يوجه إلى المستوى السياسي وليس العسكري. مساء سيعقد مجلس الحرب جلسة له عند الساعة 7، ولكن وزير الأمن يوف جالانت اختار أن يعلن عن مؤتمر صحفي قبل هذا المجلس وقبل هذه الجلسة بساعة من الزمن تحديدا عند الساعة 6. قيل في الإعلام الإسرائيلي بأن هذا المؤتمر يحمل عنوان إحاطة أمنية للجمهور، وربما سيتحدث عن تفاصيل ما يجري حاليا في قطاع غزة.